بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين هنحل مع بعض الوحدة 12 من كتاب ماي فريند. الفيديو ده اتأخر شوية لأني كنت سايب الفيديوهات اللي فاتت لما تتسمع شوية، لأن الناس اللي كانوا يسمعوها عددهم محدود جدا يعني، فالموضوع مش جاري في الفاضي يعني، أنا بسبتها لما الناس تسمع. فمعلش الناس اللي تسمع فيديو، حاول تكلف نفسك وتعمل لايك للفيديو وتكتب تحت في الكومنتس ساعدنا في نشر القناة كده، بحيث إن أنت تحفزني إن أكمل معاك. وبكل الطرق طبعا هكمل الكتاب يعني، سواء انت عملت او ما عملتش، لكن يعني حاول تعمل حاجه ايجابيه كده زي ما انا بعمل لك ايجابي واقتطع لك من وقتي، فادعمنا برضو. الفيديوهات الوحده 12 دي هنحاول يعني نخليهم عدد الفيديوهات اقل شويه، فالفيديو ده هيكون فيه الكلمات والقواعد واللونج مان ورا بعض في نفس الفيديو، هيكون فيديو طويل ولكن انت تستحمل بقى معلش. اول سؤال بيقول: The people in A speak French, German and Italian. الناس اللي عايشين فين بتكلموا اللغه الفرنسيه والالمانيه والايطاليه؟ سويس الأولانية دي، سويس دي معناها سويسري أو سويسرية، الولد والبنت يعني. سويس سويسرلاند دي معناها سويسرا. الناس اللي عايشين في سويسرا أكيد اللي في عايشين في البلد مش اللي في الجنسية طبعا. طيب فكلمة سويس دي الناشوناليتي، لكن سويسرلاند دي البلد نفسها. طب رقم اتنين: There is an interesting A at the university about global warming. global warming دي اللي هي الاحتباس الحراري، ممكن تيجي في القطعة ويكون جايب لك بديل عنها جرين هاوس افكت اللي برضو معناها الاحتباس الحراري. طيب فهنا بقى بيقول لك ان في ايه شيقه عن في الجامعه عن الاحتباس الحراري، اكيد في كلتشر ثقافه، ليكتشر محاضره، دي ديليشن دي حذف، ولا ريبيوتيشن سمعه، اكيد في ليكتشر اللي معناها المحاضره، في محاضره شيقه عن الاحتباس الحراري. طيب بعد كده رقم 3: at the end of the film، في نهايه الفيلم، I think that the detective will the mystery، اعتقد ان المحقق هيعمل ايه في المايستري. مايستري دي معناها لغز. الفرق بين مايستري وسيكريت في الاتي: ان كلمه سيكريت يعني سر ما تقولش لحد عليه، ما تقولش لحد ان انا قلت لك على الكلام ده، خليها سيكريت. طيب امال ايه مايستري؟ مايستري بقى لغز بمعنى حاجه حصلت والناس مش عارفه ايه اللي السبب. فاقول لك ان البوليس spent 10 days، البوليس قضى 10 ايام to clear up the mystery، عشان يوضح لنا يعني عشان يحل اللغز. فالاجابه هنا اكيد clear up زي ما قلنا كده. طيب clear up معناها يحل لغزا او يوضح، زي كلمه explain او find out why something happened. عايز تاخد بالك من حته كده هقول لك عليها، ان كلمه clear up زي clean up بمعنى ينظف المطبخ مثلا، لكن بيفترقوا عن بعض والمعنى بيختلف، ان clear up معناها يوضح او يستكشف او يصل لسبب. بعد كده رقم 4. طب برضو في رقم 3 معلش حته كده عايز اقول لك عليها، بيقول لك هو ان بيقول لك at the end of the film، في نهايه الفيلم، I think that the detective will clear up the mystery of who was responsible for the crime. كلمه responsible for the crime دي معناها مسؤول عن الجريمه. السؤال اللي هنا هو كلمه responsible for معناها in charge of، بمعنى هو مسؤول عن الحاجه دي المفروض ان هو يقوم بيها؟ لا، مقصود بيها the guilty، الشخص المذنب اللي ارتكب الجريمه. بعد كده بيقول لك my brother loves reading novels، اخويا بيحب قراءه القصص او الروايات، but I always preferred reading books. هو بيحب الروايات صح، الروايات دي اصلا طبيعه الحال بتكون كلها خيال، فهو بيحب الروايات، لكن انت بتحب اكيد الكلام الغير خيال، غير خيالي اللي هو نون فيكشن اللي رقم بي. طيب خد بالك من حاجه، هو بيحب الروايات صح، ده معناه ان هو بيحب الفيكشنال الخيال، انت بقى ما بتحبش الروايات، يعني انت بتحب النون فيكشن اللي هو الواقعي. A Wrinkle in Time is not Madeline E. Engel. بقولك ان القصة دي هي بواسطة، كتبت بواسطة، فعشان كده ناخد باي. وعلى فكرة ممكن نختار حاجة من الاثنين هنا، ممكن اقولك A Wrinkle in Time is by Madeline او A Wrinkle in Time is written by، بس احنا لو هنقول written فما نقولش is، هنقول was written عشان هي كتبت اصلا. اقول تاني، يبقى A Wrinkle in Time is by او was written by. طيب her first book was not her time at school in Europe. بقول لك اول كتاب كتبته كان عن وقتها، عن وقتها يعني about her time. طيب كانت بتحكي فيه عن الوقت اللي قضيته في المدرسه والجامعه وكده. She had to help her husband، كان لازم تساعد زوجها، working in his shop، العمل في محله. عارف help someone by working يعني يساعده عن طريق العمل فيه. ثانيا خليك خربوش، انت عارف ان help in وhelp with وhelp by وhelp to وhelp والمصدر، مفيش ولا واحده منهم في الاختيارات غير by. The book has also been made a film، الكتاب ايضا تم تحويله الى فيلم. طب يحول عمل ادبي الى فيلم اسمها ميك انتو، فعشان كده هنستخدم هنا كلمه انتو اللي هي رقم دي.
It was difficult journey. كانت رحلة صعبة جدا. But we get to the village before it got dark. لكن احنا ان احنا نوصل للقرية قبل ان تظلم. قبل ما حل الجملة عايزك تعرف ان village القرية لكن villagers اللي هم سكان القرى. بالمناسبة اللطيفة الظريفة دي عايزك تعرف ان arrive in مكان كبير وقرايف ات مكان صغير، لكن مع فيليج ممكن نقول قرايف ان وات فيليج. فيليج تحديدا من بين كل كلمات اللغه الانجليزيه ممكن اقول لك شي ارايفد ان ذا فيليج وات ذا فيليج. المهم موضوعنا يعني ات واز ا ديفيكلت جيرني، رحله كانت صعبه، بات وي لكننا مانجد تو وتمكنا من ان نصل. طب يا مستر ما هو مانجد تو يتمكن منه سكسيد ان ينجح فيه، ما احنا ممكن نقول برضو سكسيدد ان، بس حضرتك سكسيد ان بعدها اي ان جي، فوكس اون يركز على وبعدين اي ان جي برضو، ديبند اون يعتمد على واي ان جي برضو. طب ليه اي ان جي برضو وانت بتشاور لي بايدك كده؟ عشان حضرتك ان واون وقلنا التانية دي حروف جر، واي حرف جر في الدنيا بعده بيكون الفعل مضاف له اي ان جي، وسيادتك شايف قدامك هنا في الجمله لجيت مصدر، فبكل الاحوال تستبعدهم. The room was very noisy. الغرفه كانت مليئه بالضوضاء. And Waleed found it hard to his work. لكن وليد وجد انه من الصعب انه يعمل ايه في شغله. اكيد تعال نشوف الاختيارات. جاب اللي هي الفجوه، جاب ان يعني فجوه فيه، كونسنتريت ان يعني يركز على، اون يعني يركز على، وبالتالي انت بتقول الغرفه كانت مليئه بالضوضاء وهو كان غير قادر على ان يركز على عمله. ديبند اون يعتمد على، وتيك ان يعني يمتص ويعني يفهم. وخد بالك ان تيك ان بمعنى يمتص بتساوي ابزورب بتساوي سوك اب، وانتبه ان لازم يكون بعدها اب. طيب تيك ان لو معناها يفهم فهي هتساوي اندرستاند وجراسب ونافيجيت وكده الحاجات اللي انت فاهمها دي، وبالمناسبه ابزورب. وبرده ما تنساش ان لما اقول لك منى از ابزوربد ان ذا ستوري يعني منى مركزه جدا في القصه. وي ويل نوت ذا ميتال بورز تو ذا فاكتوري ان ذا تراك. احنا سوف ننقل القضبان الحديديه للمصنع في الشاحنه. كلمه ترانسليت يعني ينقل من لغه للغه، يترجم يعني. ترانسبورت يعني ينقل شيء من مكان لمكان، فالاجابه هنا صح ترانسبورت. هيشيل بمواصلات يبقى ترانسبورت. طب ترانسبيرنت، ترانسبيرنت دي معناها يعني موصل لي الحراره وكده. ترانسميت يعني ينقل اشاعات وحاجات من دي زي الراديو والتلفزيون بنسميهم ترانسميت. از ا كونتري نوت باي ا كينج ا كوين اور ا بريزيدنت. هو البلد دي بيحكمها ملك ولا ملكه ولا بريزيدنت رئيس؟ يحكم يعني رول، وبالتالي رول رقم دي. طبعا رقم A روين دي معناها دمره زي دامجت كده. ورقم B روم يعني يصطدم، روم دي اصطدمه. ورور دي الزئير يعني هنا معناها زأرة. My grandmother always feels for her grandchildren when we are away from home. جدتي دائما تشعر بالايه عندما نكون بعيد عن المنزل. concern معناها القلق، وفي الكونسيرن يعني يشعر بالقلق. طب كونكورد دي طائره اسمها طائره الكونكورد. وكونكر رقم دي معناها يغزو، والكلام ده كله مهم. وفي هنا مشكله. كنت عايز اقول لك ايه، لو الاختيارات دي فيها كلمه كونسيرند كنا اخترناها، عشان كده انت عارف ان فيل بعدها بيكون دايما في صفه، فالمفروض كنا نقول فيل كونسيرند يشعر انه مهتم قلق على. The sheep escaped through a knot in the fence. Fence يعني السور أو الجدار، ودي كلمة مهمة. فأنت بتقول إن الخراف هربت من خلال إيه في السور؟ أكيد من خلال فجوة اللي هي جاب. وفي حتة مهمة عايز تعرفها. لو أقول لك إن the sheep اللي هو اللص could escape through a knot he dug. هو حفره. لو هو حفره يبقى مش جاب، أكيد تنل. يبقى هو بيحفر نفق، لكن الجاب دي النفق طبعا بيكون تحت الارض يعني، لكن الجاب دي فجوه في الحيطه مثلا او كده او في السقف. The king has been the A of the country for many years. الملك ده كان الاي بتاع الدوله دي لسنوات عديده، اكيد الحاكم. اول واحده كده رول يعني يحكم، ورولينج اللي هو الاسم الفعل المضاف لاي ان جي اللي هو الحكم يعني، رولر يعني حاكم، ورولد يعني حكم. وخد بالك هاز بين يعني كان الحاكم، يبقى ذا رولر رقم سي. طيب على فكره كان ممكن اقول لك ذا كينج هاز رولد that country بس من غير of. 16 the underground and buses are two forms of city. المترو والاتوبيسات هم اتنين من اشكال النقل في المدينه، يبقى city transportation زي ما اتفقنا في المثال اللي فات transportation. If I study for too long without a break لو انا ذاكرت فتره طويله من غير ما اخد راحه I begin to lose بابدا افقد الاكوموديشن الاقامه. وعايزك تاخد بالك ان accommodation دي دايما
بلا استثناء اسم جمع، اسم مفرد لا يعد. كلمه accommodation اسم مفرد لا يعد، يعني ما ينفعش نقول accommodations، ده في الانجليزي البريطاني. طب في الامريكي ممكن نقول accommodation وان accommodation عادي. طب انا في الامتحان بيجاب لي سؤال بيقول لي I am searching for نقط accommodation ولا ان accommodation، لا اختار له accommodation. طب ليه؟ عشان سيادتك بتدرس انجليزي بريطاني مش امريكي، ولغات في الامتحان تبقى مهزله، والامتحان احنا متعودين يكون فيه مهزله. concentration تركيز، ونوتيفيكيشن اللي هي الملحوظات يعني اللي بتجيلك على الانترنت وكده، ونيوتريشن اللي هي التغذيه. طبعا في الجمله بيقول لك ان لما بذاكر فتره طويله ببدا افقد الكونسنتريشن اللي هو التركيز. بالمناسبه نوتيفيكيشن يعني اشعارات، افتكرتها. ذات تيم نيفر لوز، الفريق ده عمره ما بيخسر ابدا، ده فريق انديفيتد. يعني ايه انديفيتد؟ يعني لا يهزم. امال اللي هو انهزامي اسمه ايه؟ اسمه ديفيتست. He always thinks that he is going to fail. هو دايما حاسس ان هو هيفشل، يبقى هو بني ادم defeatist يعني انهزامي. This man comes not Switzerland. الرجل ده بياتي من سويسرا. ياتي من يعني come from. وعلى فكره ممكن اقول لك this man comes from or was born in Switzerland. She engaged in a to escape painful realities. هي بدات تدمج نفسها او تخرط نفسها يعني في ايه عشان تهرب من الذكريات والحقائق المؤلمه اللي هي عايشه فيها، اكيد في الخيال. الخيال اسمه فيكشن الاولانيه، خد بالك فيكشن الخيال. طب نون فيكشن اللي هو الواقع، اللي هو رياليتي يعني. ماي فادر از ا نوت اون هيومن ديفلوبمنت. عمي ده ايه في مجال التنميه البشريه؟ اكيد ليكتشرر، محاضر. لكن هي جيفز ليكتشرز. ذا نوفل اوف ا فاميلي از مور امبورتنت ذان ا جوب. The love of a family، حب العيلة بيكون أكثر وأكثر أهمية من الجوب تايتل. يعني إيه برضو الجملة دي مقصود بيها؟ إنك يكون عندك عيلة بتحبك أفضل من الناس تقول لك يا دكتور الدكتور راح ودكتور رجع وإنت أصلا فاشل في عيلتك. The bad news I heard last night me a lot. الأخبار الوحشة اللي أنا سمعتها عملت لك إيه؟ أكيد أخبار وحشة، فأكيد upset me a lot. طب ليه مش ما ينفعش angry؟ angry دي أصلا كفعل، لو كفعل يعني انت بتتكلم عن الاخبار، والاخبار دي مفرد، فالمفروض انك انت تقول انجريز او انجريد لو هي فعل يعني. ثانيا بليزد اسرتني، ساعدتني، جعلتني سعيدا، وست اب يعني يعد او يجهز، ما لهاش علاقه بالموضوع. فالاخبار الوحشه اللي انا سمعتها ابسيت مي، ابسيت يعني ازعجتني، وابسيت دي على فكره فعل وصفه. ابسيت يعني حزين او 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 مهموم. فلما اقول لك شي از ابسيت بيكوز شي هاز لوست هير باج، يعني هي زعلانه عشان فقدت الشنطه. لكن لما اقول لك dont upset your neighbor يعني ما لا تزعج جارك. please don't not me again while I am talking، لو سمحت ما تعمليش ايه وانا بتكلم. لا تقاطعني، يقاطع يعني interrupt. الكلمات طبعا الاربعه دول لازم اترجمهم، هو مش كل الاختيارات بترجمها يا شباب لان مش كل الاختيارات مطلوبه منك، ولكن في كلمات لازم تعرفها. اول حاجه كده spoil يعني يفسد، وقلنا spoils اللي هي الغنائم. concentrate يعني يركز، وinterrupt وانتربت الاخيره يعني يقاطع، وانتربريت رقم سي معناها يترجم من لغه للغه، ترجمه فوريه. لكن ترانسليت يترجم نصوص. كم اند جو يور فاميلي از اولويز ذير. لما اقول لك يور فاميلي از اولويز ذير معناها ان عائلتك دائما ذات اهميه. لاف از مور امبورتنت ذان ورك، الحب اهم من العمل. المهم يعني مين اللي دايما بتيجي وتروح ملهاش اي ستين لازمه في الحياه وبتغير من كل من وقت لوقت؟ اكيد الوظائف او المهن. فعشان كده ريليتيفز قارب، بروفيشنز اللي هو المهن يعني، وبروسيشن اللي هو الموكب ودي مواكب، وبوزيشنز الممتلكات. فعشان كده نقول بروفيشنز كم اند جو، بمعنى الالقاب بتروح وتيجي ملهاش اي ستين لازمه. طيب being happy is knowing that all not of my family are healthy and safe. اني اكون سعيد ده معناها ان انا عارف ان كل اعضاء اسرتي بسعاده، يبقى ممبرز اعضاء الاسره. خد بالك ان كلمه اورجانز دي اعضاء جسم الانسان، ملهاش علاقه بالموضوع. Our army could the enemy's army in a big battle. جيشنا استطاع ان هو يعمل ايه في جيش العدو في معركه كبيره؟ اكيد يهزم، ويهزم يعني defeat. وانت كده خدت ثلاث كلمات، defeat يهزم، defeatist انهزامي، و undefeated يعني لا يهزم او لا يقهر. My father is working an important project now. هنا في الجمله دي هقول لك على اكتر من تركه يعني عايزك تعرفها. بدايه لما اقول لك شغال في مشروع اسمها work on a project، ده رقم واحد. رقم اثنين كلمة work on معناها يعمل في او يعمل على، ومعناها يحسن، وبرضو معناها يحاول اقناع. لما تقول لي I am working on my mother to cook meat today، انا بحاول اقناع امي انها تطبخ لحم النهاردة. طب في 30 my dog has been a for 3 days، الكلب بتاعنا حصل له ايه بقاله 3 ايام. قبل ما احل الجملة دي ياريت تكتب ورايا، اقول لك went missing او got lost او is. ركز went missing، اصلا انت بتقول go missing، خليهم في المضارع الاول. go missing او is lost
او is missing. اتمنى انك تكون كتبت هنا بقى has been، دي اخت is، فعشان كده هنقول has been missing يعني مفقود او ضائع او تائه. بيقولك this man is a I don't like him، الرجل ده انا ما بحبوش اصلا. good looking شكله حلو، evil شرير، confident واثق، ولا resourceful طيب القلب، اكيد evil شخص شرير فما بحبوش. the children began to not so the teacher punished them all، الاطفال بدأوا يعملوا ايه عشان كده المعلم نزل فيهم غسل بالعصايه. fight اول واحده flight رحله الطيران، ولايت يعني ضوء، وسايت اللي هو الرؤيه والابصار، ومعناها المناظر لو جمعناها يبقى اكيد فايت. الاطفال بدأوا يتقاتلوا يتشاجروا يتعاركوا فالمدرس ضربهم. It's not that you receive well revise well before the test، بقولك انه من الايه انك انت تراجع كويس قبل الامتحان. defeated معناها منهزم، essential ضروري، وtreatable قابل للعلاج يعني يتقبل العلاج يعني، وfictional معناها خيالي فاكيد it is essential من الضروري that you revise. وخد بالك ان كان ممكن اقول لك it is essential that you revise و that she revise برضو، لان it is essential بعدها الفعل في المصدر دايما ايا كان الفاعل. always be prepared to help friends in time of، دايما كن مستعدا لتساعد اصدقائك في وقت الحاجة. وقت الحاجة اسمه time of need. طب ما هي قدامي نيد اهي، لا دي نيدي حضرتك ركز، احنا محتاجين نيد. طيب تربل دي معناها فظيع، وترابل دي معناها المشكله ومعناها الصعوبه هنا في السياق ده، فتايم اوف ترابل معناها وقت الصعوبه وقت الصعوبات يعني. 35 ذات بريف مان ماي براذر فروم دروننج يسترداي، كلمه دروننج دي معناها الغرق، بقول لك الرجل الشجاع ده عمل ايه لاخي من الغرق، اكيد انقذه، انقذه يعني سيفد، وكان ممكن ناخد ريسكيود save someone from ورسكيو someone from. طبعا ضيف يعني يغطس، وريسيف يتلقى، وكارف يعني ينحت. I find it difficult to concentrate، دايما concentrate on my study. It's feared that computers will the earth one day، بقولك ان احنا الناس خايفة ان الكمبيوترات تعمل ايه في الارض في يوم من الايام. complete تكمل، ولا convert تحول، ولا control تتحكم فيه وتسيطر على، ولا common شائع اكيد control، الناس خايفة من ان الكمبيوتر يتحكم في البشر في يوم من الايام. appear on the faces of old people، اللي بتظهر على وش الناس الكبار اكيد التجاعيد اللي اسمها wrinkles الدبليو صامتة. The earth is one of the A of the solar system، الارض واحدة من الA اللي في النظام الشمسي، الارض واحدة من الكواكب يبقى planets رقم A. وانت بتحل السؤال ده ركز انها تكون planets، لازم يكون في E T S. طيب بعد كده the students are now doing A about modern technology، الاطفال بيقوموا بعمل ايه عن التكنولوجيا الحديثة، اكيد concentration تركيز، وdefeat يعني يهزم، وconcern يعني قلق، واكيد project المشروع، الاطفال بيقوموا بعمل مشروع عن التكنولوجيا الحديثة. When it is dark the boy returned home، عندما اصبح الجو مظلما، وانت عارف انه يصبح مظلما يعني become dark، ما فيش become يعني نستخدم verb to be، ما فيش verb to be يبقى نستخدم get، يبقى انت هتستخدم هنا got. When it got dark ده معناها when it became dark يعني عندما اصبح الجو مظلما، عاد الطفل الى منزله وحده. The scientist won an award after he an effective medicine for cancer، العالم فاز بجائزة بعد ما هو عمل ايه للدواء المفيد. تعال نشوف invent يخترع، recognize يتعرف على، وبنستخدم recognize دي لما يكون حد شكله اتغير وانت قابلته ما عرفتوش فيقولك I couldn't recognize him يعني لم اتمكن من ان اتعرف عليه. طيب discover يكتشف، واكسبلور يستكشف، المشكلة مش في ده كله حضرتك، المشكلة انك لازم تبقى عارف ان الدواء اكتشاف مش اختراع، فعشان كده discovered an effective medicine ودي مهمة، الدواء اكتشاف مش اختراع. Though he is still young، بالرغم ان هو ما زال صغير السن، he managed دايما managed to solve او succeeded in solving. The detective succeeded in clearing، اول جملة في الاسئلة دي كانت clear up، in clearing up the mystery، استطاع ان هو يوضح او يحل اللغز. She is caring and also has concern all her family members، هي من البشر المهتمين وعندها قلق على أسرتها جميعا. طيب في هنا مشكلة أو في فكرة عايز تعرفها، كلمة she is caring care for يعني يهتم بي أو يقلق بشأن، أو concern for يعني يقلق بشأن برضي، يبقى أنت هنا تقول لي and has concern for all her family يعني عندها قلق بشأن عائلتها. طيب 46 I usually feel of snakes، بخاف من الثعابين. feel delighted مسرور، keen حريص، وطبعا بعدها on frightened يعني مرعوب، اكيد frightened هي دي الاجابة، انا بخاف بكون مرعوب من الثعابين. I have seen a dog in the garden but soon it، انا شفت كلب في الحديقة طلعت ادور عليه ما لقيتوش، يبقى حصل له ايه كده اختفى. disappointed يعني احبط، ومعناها محبط طبعا.
وديس ابيرد يعني اختفى. خد بالك ديس ابير يختفي، لكن ديس ابيرنس الاختفاء. ات هوم از فيري امبورتنت ثينج تو بروتكت فاميلي ممبرز. ايه اللي في البيوت اللي بتكون مهمه عشان نحمي اعضاء العيله؟ اكيد سيفنج يعني توفير، سيفتي الامن، سيفلي بامان، ولا سيفس اللي هي الخزائن يعني وكده. اكيد الامان في المنازل اللي هي سيفتي ات هومز. هي sad when he heard he had failed the exam. هو حصل له ايه حزينا يعني عندما سمع اخبار فشله في الامتحان. اكيد هو بدا حزينا، يبقى looked sad، sounded sad، يبقى ناخد هنا sounded. you can't break into such a fortified castle. كلمه fortified دي ممكن تيجي لك في الامتحان في الاختياري، لانها كانت في القصه القلعه بتاعت زندا كانت fortified او well fortified، يعني كانت محصنه جيدا. المهم فبقول لك انت لا يمكنك ان تقتحم هذا المنزل او هذه القلعه لانها محصنه. It's surrounded by a very high، محاطة بسور بجدار، سور أو جدار اسمه فنس اللي هي رقم بي. احنا مرنا قبل كده على كلمة فيانسيد اللي هي الخطيب الولد يعني، وفاينانس اللي هي قسم الماليات يعني. خلصنا الكلمات، نتوقع على الله، ندخل على القواعد مباشرة. أول جملة بقول لك we not read a summary of a book in English next week. احنا هنضطر نقرأ كتاب في اللغة ملخص يعني لكتاب في اللغة الإنجليزية في المدرسة الأسبوع المقبل. خد بالك هو في الجملة بيقول لك الأسبوع المقبل، فأنت زي الشاطر تروح نازل على كلمة هات تو وتشيلها لأنها ماضي، وتروح نازل على أوت تشيلها لأن أوت عايزة معاها تو، وتروح نازل على نيد برضه تشيلها لأن نيد عايزة تو. أصبح معاك مين في الاختيارات كده اللي ينفع؟ هاف تو. طب هنا في الجملة بقى بيقول لك إحنا هنضطر غصب عننا إن إحنا نقرأ ملخص لكتاب في المدرسة، لأنك مجبر إنك تعمل كده، المدرس اللي أجبرك، فده إلزام خارجي في هاف تو أصلاً. يو بارك هير إتس It says no parking. اليافطة يا ابني مكتوب عليها ممنوع الوقوف، يبقى أنت ممنوع تقف، ممنوع تعمل كده، يبقى mustn't. طب ليه ما ناخدش don't have to مثلا لو موجودة في الاختيارات؟ لو موجودة في الاختيارات don't have to ما كناش خدناها. أولا don't have to needn't و don't need to التلاتة بنفس المعنى، والتلاتة مش هنفكر فيهم لأنهم معناهم مش لازم تعمل، بس لو عملت عادي. اليافطة مكتوب عليها no parking. طب أنت لو وقفت، لو وقفت بالسيارة بالعافية كده هتاخد غرامة، وما دام في غرامة وفي مشكلة يبقى تاخد mustn't على طول. طيب اوت نوت دي برضه هتستبعدها من غير ما تفكر لان عايزه بعدها تو. طيب بعد كده ثلاثة يو نوت بارك هير زير از بيتر بليس. بص هو في مكان احسن من هنا، ما تيجي نركن فيه. ده معناها انك عايز تركن هنا اركن، عايز تيجي معايا المكان الثاني يا ابن الناس تعالى، الموضوع بالنسبه لك اختياري فنيدنت. طيب او دونت نيد تو او دونت هاف تو، ركز ان نيدنت ما بيجيش بعدها تو. يو نوت كم اند سي مي تومورو، لازم تيجي بكره تشوفني، بالله عليك لازم تيجي بكره تشوفني، يبقى دي عزومه فناخد ماست. My sister made a cake. أختي عملت كيكة، لازم تيجي تجربها. It is it's lovely. ده كيكة جميلة جدا، يبقى ده عزومة برضه، يبقى ناخد must. خد بالك في رقم 4 ورقم 5 الاثنين عزومات، فالاثنين بناخد must. 6 بقى. We can walk to the bookshop if you want. على فكرة احنا ممكن نروح المكتبة ماشيين لو أنت عايز، بس we not the bus goes there. بس على فكرة في أتوبيس بيروح هناك فمش لازم نمشي يعني، يبقى don't have to. طب don't have to لأن الموضوع ده اختياري، عايز تيجي نمشي يا مرحب، تيجي نركب يا مرحب برضه. الموضوع الاختياري دايما خد معاه دونت هاف تو. يو نوت ران نيكست تو ذا سويمنج بول يو مايت فول، هتقع في الحمام السباحه لو انت جريت، فده معناها ان انت ممنوع تجري، يو ماسنت. طب افرض هو جري هيقع، يبقى في مشكله فماسنت. طب لو انت قلت له يو دونت هاف تو، بدايه وانت بتحل خليك واد خربوش، دونت هاف تو ودونت نيد تو ونيدنت نفس المعنى، بس احنا ما ينفعش نفكر فيهم لانك لو استخدمتهم معناهم براحتك، عايز تجري اجري، عايز ما تجريش انت حر. In England most people work until they are 67. في انجلترا معظم الناس بيشتغلوا لحد ما يوصلوا سن 67 سنه. طب السؤال هو الناس دي بيشتغلوا براحتهم كده اختياري ولا غصب عنهم؟ لا ده القانون بيقول كده، ما دام القانون بيقول كده يبقى هافتو. I not buy some bread from the shop. Don't let me forget. انا عايز اشتري، لازم اشتري عيش النهارده، اوعى انسى عشان لو نسيت هيبقى في مشكله، فلازم لازم اشتري. ما دام لازم اشتري يبقى must. ركز معايا، لو انت بتقول لي لازم اعمل الواجب النهارده يبقى هاف تو، لان ده واجب غصب عنك، قانون المدرسه كده يا حبيبي. طب انت بتقول لي لازم اشتري عيش النهارده يبقى ناخد ماست. طب ليه؟ هو في قانون بيقول لك اشتري عيش؟ لا مفيش قانون بيقول لك كده، يبقى تاخد ماست. طيب انت بتقول لازم اروح بكره الشغل الساعه 7، في قانون بيقول لك روح شغلك الساعه 7؟ يبقى ناخد هاف تو. في 10 بيقول لك وي نوت ران تو ذا ميوزيوم بيكوز ات ووز اوريدي كلوزد وين وي جوت سير. احنا ايه يعني نجري للمتحف لانه كان اصلا مغلق لما احنا وصلنا هناك، احنا وصلنا لقيناه مقفول، حلو؟ طيب معنى كده ان الجمله زمانها ماضي، فانت ما تفكرش في حاجه مضارع زي دونت هاف تو اطلاقا، ده رقم واحد. ثانيا رقم دي كانت هاف ران معناها اكيد ما جرناش، انت بتقول احنا اكيد ما جرناش للمتحف لان احنا رحنا لقيناه مقفول، برضه مش منطق.
طيب الاجابه هنا didn't have to، بمعنى احنا المفروض ما كناش نجري واحنا ما جرناش اصلا، ورحنا لقينا المتحف مقفول فالحمد لله ان احنا ما جرناش. طب لو قال لك هنا needn't have run، needn't have run معناها ان انت اصلا جريت ورحت هناك وانت بتنهج من كتر الجري ولقيت الباب مقفول فكنت زعلان. طيب يعني باختصار شديد في الجمله رقم 10 كده افهم ان احنا ما جرناش اصلا، didn't have to run معناها احنا المفروض ما كناش نفعل ولا بنفعل. بور وليد بروك هيز ليج يسترداي، وليد الغلبان كسر رجله امبارح. اند تو هوسبيتال، والى المستشفى. ما دامه بالامس ما دامه ماضي فكان يجب ان يؤخذ يبقى اي هاد تو جو. اي ريمبر تو فيزيت ماي سيك فريند ان هوسبيتال، انا لازم افتكر اروح ازور صديقي المريض في المستشفى. طيب هو في قانون بيقول لك زور صاحبك؟ لا ما فيش قانون، لازم ومش قانون يبقى ماست. طب لو لازم وقانون يبقى هاف تو. I wear the school uniform whenever I go to school. It is a rule. ده قانون يا فندم، يبقى I have to. طيب you show your passport when you leave the country. انت تظهر جواز سفرك لما تكون مسافر. هل ده اختياري ولا غصب عنك؟ لا غصب عنك، قانون، يبقى have to. بس خد بالك في الجملة دي ممكن تيجي قانون ويستخدم must. تبقى ازاي؟ لما يقول لك you have to show your passport. طب لو قال لك travelers، الترافلرز ماست، لان القانون مكتوب فيه كده المسافرون يجب ان يظهروا جوازات سفرهم عند البوابات، القانون مكتوب كده في الدستور فناخد ماست. طب لما تكلم واحد يقول له انت يا عم لازم توريني جواز سفرك فناخد هاف تو. اي ستدي هارد بيفور ماي اكزام، انا لازم اذاكر قبل الامتحان، يبقى اي ماست. طب ليه مش ماي؟ ما ينفعش تقول لي انا ربما. طب اوت عايزه تو، ونيد عايزه تو برضه. يو ستوب سموكينج، انت تتوقف عن التدخين. طيب تعال نشوف كده، نيد تو اخت هاف تو، فما فيش قانون بيقول لك اعمل كده. would يعني كان سوف يتوقف عن. طيب have got محتاجين بعدها to، اذا الاجابه كده اصبحت must. طب لو اقول لك you must stop smoking معناها انت ينبغي ان تتوقف عن التدخين، ودي نصيحه بالحاح فناخد must. they not come and have lunch with us، لازم يجوا يتغدوا معانا، دي عزومه، يبقى ناخد must. موضوع العزومه ده انا افتكسته، هو موضوع بيبسط الامور فحاول تقتنع بيه. طيب رقم 18، وي نوت باي بريزنت فور عاليز بيرثداي، احنا نشتري هديه لعيد ميلاد علي، يبقى وي ماست باي بريزنت، لازم نشتري هديه. طيب خد بالك ان هاز تو دي اصلا جمع مفرد مع وي، الجمع ما تنفعش، المفروض كنا نقول وي هاف تو. ثانيا وي نيد عايزين تو بعدها، وي هاد بيتر، ومفيش هاد. طب 9، وي نوت دو ا تيست ات سكول يسترداي، يسترداي زمانها ماضي فالجمله ماضي فناخد هاد تو. You park here. It's not allowed. ليس مسموحا لك. طب لو هو ركن طيب هيتعاقب، يبقى ناخد mustn't. She is not late for school, so she hurry. هي ما كانتش متأخرة للمدرسة ولا حاجة، عشان كده ما كانش لازم تجري يعني برضو ولا حاجة، فالمفروض الجملة مضارع، وشي ما تاخدش don't تاخد doesn't، فناخد she doesn't have to و doesn't need to و she needn't hurry. I more bread. We already have a lot, so I didn't buy. خد بالك قال لك I didn't buy، يعني معنى كده المفروض ما كنتش اعمل وما عملتش، ف didn't have to buy هي لقى رقم ايه. طيب هنا بقى في ملحوظه عايز اوصلها لك، اول احنا امتى نستخدم needn't have bought؟ لو قال لك انا لما روحت البيت امي زعلت ان انا اشتريت اصلا، فهنا كنا ناخد needn't have bought. 23، I not more bread. We already have a lot. I didn't know that before I bought some. انا خبز اكثر، احنا عندنا اصلا خبز، انا ما كنتش عارف واشتريت، يا ريتني ما اشتريت، يعني انا عملت حاجه المفروض ما تتعملش، يبقى نيد انت هاف بوت. خد بالك الفرق بين 22 23، في 22 بيقول لك اي didnt have to buy، المفروض ما كنتش اشتري وما اشتريتش. 23 بيقول لك اي نيد انت هاف بوت، المفروض ما كنتش اشتري بس انا اشتريت. طب ايه اللي عرفك انه اشترى؟ ما هو قال لك في الاخر خالص اي بوت سم. 24 بيقول لك يو نوت باي ا تيكت فور بيفور يو ترافل اون ذا ترين، قبل ما تسافر على القطار انت حضرتك يجب ان تشتري تذكره. طيب نشوف الاختيارات. طيب اولا يو شود ولا اوت تو ولا ويل نيد ولا ويل هاف تو، بدايه انت عشان تركب القطار القانون بيقول لك اشتري تذكره، حلو، فالمفروض ان اقول لك يو هاف تو باي، ما هو ما فيش يو هاف، فناخد ويل هاف تو، لانك انت سينبغي ان تشتري قبل ان تسافر، واحنا عارفين ان اي رابط بعده مضارع قبله مستقبل. 25 منى هير سان جلاسز بيكوز ات ووز كلاودي، الدنيا كانت اصلا فيها غيوم، يعني الجمله زمانها ماضي، ده معناها ان الجمله في الماضي فما ينفعش استخدم الا ماضي. طيب انت بتقول الدنيا كانت غيوم، فمنى المفروض ما كانتش تاخد نظارتها، وطبيعي ان هي ما خدتهاش، يبقى didn't have to take. طيب بعد كده رقم في 25 برضو، قبل ما نحل قبل ما ننزل، احنا ممكن ناخد في الجمله دي should have taken، لا ناخد shouldn't have taken، بمعنى منى shouldn't have taken يعني منى المفروض ما كانتش تاخد.
كان يجب ألا تأخذ الماضي من شد بس منفية. You must not do the math exercise again because he got it all wrong. هو حل الامتحان كله غلط، فكان لازم يعمل الامتحان ده تاني، لازم يحله تاني، ماضي يبقى had to. طب افرض بدل wrong هنا correct، يعني هو حل الامتحان كله صح فما كانش لازم يحله تاني. طيب فكنا هناخد didn't have to أو didn't need to. We have moved to a new house so you come. احنا رحنا بيت جديد لازم تيجي تزورنا، عزومة يبقى must. You the windows because a man comes to wash them every week. انت تعمل الشباك لان في راجل بيجي يبني وينظفه كل اسبوع. طيب تعال نشوف didn't have cleaned، معناها المفروض ما تعملش الحاجة دي بس انت عملتها. didn't have cleaned دي فتوى ما تنفعش نستخدمها في الانجليز. didn't have to والمصدر. must have cleaned اكيد انت نظفت. should have cleaned يعني كان يجب ان تنظف. انت بتقول لي في واحد بيجي ينظف الشبابيك فانت مفروض ما كنتش تنظفهم، فعشان كده رقم ايه بس اللي صح. طيب بعد كده رقم 28 we pass our exams to get into university. احنا ننجح في الامتحانات عشان ندخل الجامعه، قانون الجامعه كده، يبقى we have to. خد بالك need عايزه to ought عايزه to may ربما ملهاش دعوه بالموضوع. they leave the school yesterday after they hear the fire bell. المفروض امبارح بعد ما سمعوا الجرس كانوا يغادروا المدرسه، امبارح الماضي يبقى had to. I stop eating sweets they are bad for me. الحلويات دي بتضرني فانا المفروض اتوقف عن اكلهم، يبقى I must. خد بالك انت خدت لي must هنا بمعنى انا لازم ابطل اكل حلويات. طب في هنا لو هنا في الاختيارات have to كنا خدناها؟ لا، لان انت بتقول انا لازم ابطل اكل حلاوي، مفيش قانون في الدستور بيقول لك بطل اكل، كل براحتك يا حبيبي. You put the newspaper on the oven it might burn. الجورنال ربما يحترق لو انت حطيته على الفرن، فانت المفروض ما تحطوش على الفرن، يبقى you mustn't. طب ليه ما ناخدش don't need to؟ don't need to دي معناها براحتك. بص لو حطيته براحتك ما حطيتش براحتك طبعا ده خطا، انا بقول لك ما تحطش الجورنال لانه هيولع. طيب 33 طارق get the bus to the park my father can take him. بقول لك ان والدي ممكن يوصل طارق يوديه الحديقه فهو مش لازم يركب اتوبيس يعني، يبقى طارق doesn't have to او doesn't need to او needn't. طب ما هو في don't في الاخر need to، لا احنا عايزين doesn't. 34 the students written all those notes all the information is typed for them. المدرس بيقول لك يا ابني انتوا ايه اللي خلاكم تكتبوا كل الكلام ده؟ ما هو مكتوب قدامك في على السبوره ومكتوب في الكتاب، يعني هم عملوا حاجه المفروض ما كانوش يعملوها، يبقى needn't have past participle، يبقى needn't have written. كريم was already at sports center when I arrived. كريم كان اصلا في النادي لما انا وصلت. So I send him a text telling him to meet us there. ده معناه ان انا المفروض ما كنتش ابعت له رساله تقول ان احنا مستنيين، فعشان كده didn't have to. جملة زي كده انت مش محتاج تترجمها. ليه؟ اولا didn't have didn't need to مفيش to، needn't have past participle، وانا قدامي هنا send المصدر. needn't send تنفع بس لو مضارع. انت بتقول لي بقى في الجملة ان كريم was يعني كان في الجملة ماضي. in the park you pick flowers في الحدائق انت المفروض ممنوع تقطع الورود. طب انت لو قطعتها هيطردونا بره احنا الكل، يبقى mustn't. لو انت خدت لي don't have to معناها مش لازم بس عادي براحتك يعني، فطبعا ده مش منطق. لو انا بقول لك احنا في الحديقه ممنوع تمد ايدك على ورده عشان لو مديت ايدك هيقطعها لك. use those chocolates as we already have some but it was very kind of you. شكرا ان انت اشتريت لنا شوكولاته والله بس احنا عندنا شوكولاته كتير، يعني انت عملت حاجه المفروض ما كانتش تتعمل، يبقى need to have past participle need to have wrote. do you wear those shoes to work. هو do does لما تكون في السؤال يا شباب بناخد have to والمصدر مباشرة، have to والمصدر، يبقى do you have to. اوعى تعملها ابدا وتقول do you must ولا do you should ولا do you will، كل ده فتاوي. دايما do does و did معهم have to بس مش has to كمان. how much money do you spend. do قدامك do does و did يبقى have to. I go to school today so I will relax. انا هقعد النهاردة وارتاح في البيت، انا مش لازم اروح المدرسة، يبقى I don't have to او don't need to. طيب رقم 41 I really not phone my father to tell him that I am going to be late. انا لازم فعلا اتصل بيهم عشان اقول لهم ان هتاخر، يبقى must ما تفكرش في need لانها عايزه تو وهاف عايزه تو واوت عايزه تو. I will make a study plan for this hard curriculum. will لازم بعدها have to. do have to does و did have to يبقى I will have to. curriculum دي معناها المنهج. We wear white uniforms at school last year. ماضي had to. You leave this venom. venom اللي هو السم زي كلمة poison. near children it might kill them. انت ما ينفعش تسيب السم جنب الأطفال وإلا هيموتهم. طب لو سبته هيموتوا، يبقى في مشكلة، يبقى mustn't.
You smoke here. It is non-smoking area. المكان ده ممنوع فيه التدخين، فحضرتك mustn't smoke، ممنوع تدخن. عايز تاخد بالك في مصطلح ممكن يلخبطك، اسمه non-smoking area بتساوي free smoking area. free smoking مش معناها منطقة دخن براحتك انت حر، لا، منطقة خالية من. لما اقولك برضو free weapon area معناها منطقة خالية من السلاح. luckily I don't doesn't didn't will لازم بعدهم have to دايما، يبقى don't have to من غير ما تكمل. You not should shout because I can hear you clearly. انا سامعك كويس على فكرة، انت مش لازم تصوت بصوت عالي كده يعني. يقول لك ليس من الضروري ان تفعل، يبقى you needn't. طب لو صوت عادي يا عم مش مشكلة، مش هيعمل مشكلة برضو. I buy my sister a present for her birthday. انا لازم اشتري هدية لاختي في عيد ميلادها. لازم، هل ده قانون؟ لا، يبقى ناخد must. طب ده لو لازم وقانون بناخد have to. You have dinner with me tonight. لازم تيجي النهاردة تتعشى معايا. عزومة، يبقى must. Everyone come to the club in sportswear. It's an important rule. كل واحد من اللي عايزين يجوا المكان النادي لازم يلبس ملابس رياضية، وده قانون، يبقى ناخد must. طب في ليه مش have to؟ هي اصلا مش في الاختيارات اصلا، ما تشغلش دماغك في حاجة تعبك. طيب بعد كده اللونج مان برضه هنحلهم كلهم ان شاء الله مع بعض سريعا كده في نفس الفيديو. My uncle not in law in 1981. عمي تخرج في مجال القانون، يتخرج في مجال اسمها graduated in. studied درس، كان ممكن يقولك my uncle studied law من غير in. خد بالك من دي كويس، يعني الجملة دي كويسة هتنزل تنفع على جروب التليجرام مباشرة. طيب بعد كده رقم 2، Madeline's first book was in 1945. was published يعني نشرة، واحنا كان ممكن نحذف كلمة was دي من الجملة ونقول Madeline's first book came out. came out بتساوي was published. my friend wanted to clear a the mystery. احنا تهرينا من المصطلح ده، اسمه clear up the mystery. اوعى يجي في الامتحان وتحله غلط. at Winkle and Time was very successful and won a lot of. القصة دي كانت ناجحة وفازت بالكثير من الجوائز، يبقى win award عشان هي جوائز رسمية. to not is to talk to a group of people about at something. انك تكلم مجموعة من الناس عن شيء معين، يبقى دي اسمها lecture، انك تحاضرهم. it was difficult journey، كانت رحلة صعبة. but we not to get to the village. to يبقى managed to، وعلى فكرة كان ممكن نقول succeeded in او we were able to. a twinkle in time was made a film، حولت الى فيلم، يبقى was made into film. هتقول لي جمل دي مكررة، هي مكررة، هي دي جمل من كتاب من موقع لونج مان. الموقع ده خاص بالوزارة، يعني ما تستبعدش ان الامتحان يجي منه اسئلة. in a twinkle in time Meg Mary into space for more than a year. بقولك ان Meg دي اختفت في الفضاء لمدة اكثر من سنة، يبقى disappeared. وكان ممكن نقول was lost او got lost. ونكملها. please let these children keep quiet. لو سمحت خلي العيال تقعد ساكتة. I can't on my lesson. مش عارف اركز في درسي. يركز اسمها concentrate on my lesson. خد بالك رقم دي conquest الغزو، جاي من كلمة conquer يعني يغزو. my not for my little sons is great. I am greatly worried about them. انا قلق جدا بشأنهم. يبقى الايه بتاعي عالي جدا، اكيد my concern قلقي. my concern for them يعني قلقي عليهم. there is a knot between the two families because of money. في ايه بين العيلتين دول بسبب الفلوس؟ grip ولا grab ولا gap ولا group. تعال نترجم من الخلف كده للامام. كلمة group معناها مجموعة. gap معناها فجوة بين الاغنياء والفقراء مثلا. grab معناها يجر او يسحب فجأة. وجريب معناها قبضة او سيطرة، او لما نقول يحكم السيطرة يعني نستخدم كلمة جريب دي. طيب كان في ايه بقى بين العائلتين بسبب النقود؟ اكيد كان في فجوة بين العائلتين، يبقى جاب. رقم طبعا بسبب النقود معناها ان العائلة غنية والاخرى فقيرة، عائلة متريشة والتانية متبهدلة. طيب بعد كده رقم 12، please don't not me while I am speaking. من فضلك لا ايه وانا بتكلم. طبعا الكلمات دي ترجمناها قبل كده كلها ما عدا interrupt وانتربريت، هنأكد عليهم تاني. انتربت يعني يقاطع لرقم دي، لكن انتربريت لرقم سي معناها يترجم ترجمة فورية. من فضلك لا تقاطعوني. 13، we should avoid people. لابد ان نتجنب الناس الايه. good يعني جيد. evils، خد بالك ان كلمة evil دي لا تجمع. evil دي شرير، معناها هنا صفة فما تجمعش. evils دي اللي هم الشريرين. كان ممكن يقولك we should avoid evils بس واسكت، لكن لما يجيب لك بيبل يبقى هو عايز هنا صفة، والصفة لا تجمع، عشان كده ناخد evil people. لابد ان نتجنب الناس الشريرة.
My father works not against project, a giant project. يعني هو شغال في مشروع يبقى works on a giant project. The underground metro is the quickest means of أسرع وسيلة من وسائل المواصلات اسمها transport و transportation يبقى transport رقم A. هنكمل وهنقدر نضغط على نفسنا شوية ونكمل long man بالمرة. I my room yesterday my sister had already tidied it. أنا أختي امبارح نظفت الغرفة فما كانش المفروض نظفها يبقى didn't have to master. رقم B didn't have to tidy. رقم 2 I am sorry for not visiting you last night. أنا آسف ما زرتكش ليلة امبارح. أصل I had to see. أصل الكلام ده امبارح وكان المفروض أزور الدكتور يبقى ماضي ومثبت يبقى had to. You are wasteful. أنت مسرف. You more sugar. We already have a lot of a lot at home. أنت إيه اللي خلاك تشتري سكر؟ إحنا عندنا سكر في البيت. أنت عملت حاجة المفروض ما كانتش تتعمل. يبقى didn't have boot. علي is not late for school. علي مش متأخر على مدرسة ولا حاجة. He not hurry. هو مش لازم يجري. يبقى he needn't hurry. Doesn't have to hurry. Doesn't need to hurry. Children wear uniform in primary schools. الطلاب يلبسوا اليونيفورم في المدارس الابتدائية. القانون بيقول كده. يبقى children have to. ستة بقولك you not worry. يعني تقلق. Still you have a lot of time to catch the train. لسه قدامك وقت كافي انك تلحق القطار فمش لازم تجري ما تقلقش يعني يبقى needn't don't have to don't need to كلهم ينفعوا. You take photos here it is a military area. military area معناها منطقة عسكرية ممنوع تصور لو صورت هتحبس يبقى mustn't. You try some try my sister's cake now. لازم تيجي تجرب الكيكة دلوقتي اصلها delicious لذيذة يبقى you must عشان دي عزومة. I really not buy my mother a present on her birthday. One should be grateful. الواحد لازم يبقى كريم كده. أنا لازم أشتري هدية. لازم دي وهي لازم ومش قانون يبقى must. At an airport في المطار I not show my passport. في المطار لازم أطلع جواز سفري يبقى I have to show عشان ده قانون. ثانيا هي المثبتة الوحيدة في الاختيارات. In England most people not work until they are 67. It's a work law there. ده قانون عندهم في الشغل فهم لازم يعملوا. الاختيارات كلها اصلا منفية يبقى you have to او they have to. Unfortunately my friend broke his leg and go to hospital where he received. لاحظ ان الجملة كلها ماضي 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 فانت بتقول لي سوء الحظ صديقي كسر رجله هو كان ينبغي ان يذهب and he had to. طيب منى is really economical. منى دي اقتصادية موفرة ما بتصرفش. She more bread. She actually has much in her fridge. ما هي عندها عيش في التلاجة وهي انسان اقتصادي ما بتصرفش يعني كان المفروض ما تشتريش وما اشتريتش يبقى didn't have to buy. You pass a driving test to drive a car in Egypt. عشان تقود سيارة في مصر فحضرتك لابد ان تجتاز اختبارا يبقى you have to drive pass. 15 is it a not او an يعني to take this medicine it is a او an يبقى necessity او must. طبعا قدامي must وكان ممكن يقول it is a necessity. يعني ايه necessity؟ يعني انه من الالزام انه من الضرورة بمكان. كمل معاك الاختياري بتاع الامتحان عشان يبقى خلصنا نص الوحدة في فيديو واحد. اللهم اعين. there is a not in the window. كان في ايه في الشباك؟ so a carpenter is coming to fix it. النجار هيجي يصلحها يبقى there is a جوب وظيفة جيب اللي هو سيارة جيب جروب مجموعة هول يعني ثقب في ثقب في فتحة يعني. he forgot the dictionary at home. نسي القاموس في البيت يبقى he apologized to the librarian. لازم يعتذر لأمين المكتبة. ده مش قانون يبقى he must. he must apologize. طيب في سؤال بقى ليه ما ناخدش هاتو؟ كمل الجملة كده مع نفسك لحد الآخر كده ركز معايا كده. بقولك ايه to the librarian when he arrives. معنى كده انك انت بتقولي هو نسي القاموس وهو يجب ان يعتذر عندما يصل. لكن لو انت قلت لي arrived فكنت هتقولي had to. such trivial problems. المشاكل التافهه دي can't him. he is strong. هو عمر المشاكل التافهه ما تهزمه يبقى can't defeat him. لان هو انسان مش defeatist ولا حاجه هو undefeated. you don't have to leave now. مش لازم تمشي دلوقتي على فكره. You stay for lunch if you want. لو انت عايز تقعد تغدى معانا اقعد يعني فانت باستطاعتك ان تفعل ذلك يبقى you can. طب ليه ما نقولش should؟ لان should دي مش الجملة دي مش نصيحة. انا بقول لك انت ممكن تقعد لو انت عايز تقعد انت تستطيع ان تبقى معنا. The British Empire الامبراطور البريطاني many countries in the past. عمل ايه في الدول في الماضي؟ اكيد حكمها يبقى ruled. الامبراطور البريطاني حكم كثيرا من الدول. When the storm started عندما بدأت العاصفة started ماضي. I had to لأنها ماضي.
paying for his son's costly education is his main دفع مصاريف ابنه في التعليم المصاريف الباهظة كانت his main concern ما يقلقه الشيء الوحيد الذي يقلقه. You are now fine أنت الآن بخير. I think you take this medicine خلاص أنت بقيت تمام الحمد لله فبلاش تاخد الدواء. You I think you needn't well don't have to you needn't بمعنى ليس من الضروري أن تأخذ هذا الدواء بس لو خدته عادي الدواء مش هيضرك. Don't lean on the ladder بلاش تركن بلاش تنحني على السلم. Or it will the back of your dress وإلا هتعمل إيه في الفستان اللي أنت لابساه أكيد رينكل يعني هيطبق هيكسر الفستان والكده يعني. She's a plant trained heavily after she did هي تروي النباتات اهي الدنيا مطرت بعد ما هي فعلت معنى كده ان هي عملت حاجة المفروض ما كانتش تعملها يبقى هي didn't have water كان ينبغي الا تفعل لكنها فعلت. Please not up the matter again I don't understand it لو سمحت ممكن تعمل ايه في المشكلة تاني لاني ما فهمتهاش من الاول يعني قول تاني يبقى clear up the matter again وضح المشكلة مرة تانية وكان ممكن يقول له explain the matter again. You swim in this deep area you might die drown ممكن تغرق فانت ممنوع تسبح هنا لو سبحت هتغرق يعني في مشكلة يبقى مصنت. 13 I hope you will round and visit me tomorrow اتمنى انك انت ايه وتيجي تزورني مرة تانية عايزك تعرف ان كلمة come round يعني يأتي اتمنى ان تأتي مرة ثانية وتزورنا وكان ممكن يقول come and visit من غير round. Is it not is it necessary لرقم B لكن كان ممكن يقولك is it a necessity و is it a must consumption of too much food استهلاك الكميات الكبيرة من الطعام leaves not too much waste leaves behind يا شباب ده مصطلح معناه يخلف او يترك خلفه زي ما نقول مثلا the earthquake left behind 10 deaths يعني 10 حالات وفاة. علا had to get up early this morning علا كان لازم تصحى النهاردة بدري. That was لقد كان ذلك إلزاما إلزاما يبقى necessity أو that was a necessity أو that was necessary أنا قدامي necessary تاني كده ممكن أقولك that was necessary أو that was a necessity يعني كان ذلك إلزاما عليها أن تفعل ذلك. طيب 17 بقى they were happy after they won a not over their strong opponent وما كانوا سعداء بعد أن حصلوا على إيه على الفريق الآخر defeat يعني هزيمة وdefeat استنهزامي victorious معناها انتصاري وvictory انتصار هم كانوا سعداء لأنهم حصلوا على انتصارا يعني انتصروا يعني win a victory معناها ينتصر. She not any more sugar while shopping yesterday but she bought some هي سكر بالأمس بس هي اشترت يعني معنى كده المفروض ما كانتش تشتري ولكنها اشترت يبقى didn't have bought. I concern for this orphan. He has no one to care for him. أنا لازم أهتم بالطفل ده لأن ما عندوش حد يهتم بيه فأنا أشعر بالشفقة عليه. المهم I feel I lose ولا I make ولا I believe ولا I feel الطبيعي إن أنت بتقول feel happy وfeel sad وfeel concern وهكذا. ممكن أقول feel concern وfeel concerned. Drivers are not a to talk on mobiles while driving their cars. السائقين ليس مسموحا لهم يبقى are not allowed لكن كان ممكن اقول لك are banned to و are forbidden from او are banned to و are forbidden to. طيب رقم 21 things need clearing up الاشياء اللي بتحتاج ايضاح الاشياء الغامضة يبقى maestras وكان ممكن اقول ambiguous من دي كده نشتق منها obvious لأني ما أنها واضح. I really not visit my sick uncle in hospital. أنا فعلا لازم أزور عمي في المستشفى وده مش قانون يبقى must لكن هو لو لازم وقانون يبقى have to. The boss was angry at being not while he was giving like speech. المدير كان زعلان لأنه حصل له إيه وهو بيتكلم وبيلقي محاضرة قطع يقاطع يعني interrupt يبقى interrupted رقم دي. He looks ill. It's a not for him to go to hospital. يبدو مريضا. إنه من الإيه إن هو يروح للمستشفى إنه من الضرورة it is a necessity أو it is a must أنا قدامي must. The nurses the patient to the intensive care room intensive care room يعني غرفة العناية المركزة إن الممرضات نقلوه إلى عرف العناية المركزة يبقى moved him خد بالك move يعني ينقل شخص من مكان لمكان لكن remove يعني يزيل وزي ما تسيب عربيتك في الشارع مثلا والضابط يزيلها. If you are going to take the motorcycle, you wear a helmet. لازم تلبس خوزة. طب كلمة لازم ديت يعني يجب أن وده قانون البلد إنك تلبس خوزة وأنت راكب موتوسيكل يبقى have to.
Many modern poems don't the rules of traditional poems. الكثير من القصائد الحديثة لا تتبع. يتبع يعني follow اللي رقم C. رقم 28. I buy some sugar for mom. I have promised her to do so. أنا لازم أشتري بعض السكر. أنا وعدت أمي فلازم أعملها لأن ده مش قانون يبقى must. Because of the noise there was a lack of. بسبب الضوضاء كان فيه نقص حالة من نقص الconcentration اللي هو التركيز. Concentration الأولى. خد بالك كلمة contamination التانية دي لازم تبقى عارفها. ما ينفعش تدخل امتحان ثانوية عامة وانت مش عارفها. اللي معناها التلوث بتساوي pollution. Fabrication دي جاي من كلمة fabric اللي هو يفبرك يعني يصنع يعني أو يصطنع. وكلمة fabric برضو معناها القطن القماش وكده يعني. The doctor has given me some advice and said I visit him next week. الدكتور أعطاني بعض النصائح وقال أنني يجب أن أزوره. يجب أن أزوره ده مش قانون يبقى إن شاء الله معاك مصد. الحمد لله رب العالمين خلصنا الوحدة نص الوحدة تقريبا أو خلصنا الوحدة كلها. الجزئية الأولانية لسه معايا جزئية الأدفانسد هنخلصها كلها برضو في فيديو واحد إن شاء الله. الفيديو ده أنا عملته وأنا شديد الإرهاق جدا جدا. ما تنساش بقى تقابلني بلايك وشير وتكتب في الكومنتس تحت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.